القاهرة. القاهرة للأسف الذاكرة الجمعية بتاعتها بتوقف عند 1050 سنة فاتوا. يعني احنا احتفلنا في أكتوبر دوماً بال 1050 سنة لألفية القاهرة. دي إشكالية كبيرة جداً، إشكالية كبيرة جداً، لأن الذاكرة الجمعية لميديزا والقاهرة طبعاً للأسف واقفة عند خمس تاريخها الحقيقي. كل التراكم التاريخي لل 5000 سنة يرجع تاني كأساس لأي تخطيط عمراني للقاهرة الكبرى. ما ينفعش إن احنا نعمل البتر للذاكرة الجمعية دي. وظيفة الميادين عامة في التخطيط العمراني ليه نمطين لو ركزناها قوي قوي قوي، طبعا هي مركبة أكتر لكن نمطين. يا إما النمط الأساسي والنموذج الأساسي البياتسا الإيطالية بتاعت الرينيسانس، النموذج التاني اللاحق بعد الثورة الصناعية والنموذج الفرنسي بالذات أصبحت السيارة وتقاطعات السيارات عملت ميادين تانية متأثرة بفكرة السيارة إنها تمشي بسرعة داخل المدينة الكوميرس التجارة، وفي نفس الوقت كمان فكرة سياسية اللي هو تقدر تسيطر فيها على الجماهير بعد الثورة الفرنسية. النمطين دول موجودين في أوروبا. في طبعا أنماط تانية اللي هي هايبرد أو خليط بين النموذجين اللي هو ميدان وبجنبه ساحة مفتوحة انسوان. النموذج الثالث اللي هو مش موجود في الاثنين دول النموذج العربي الإسلامي اللي هو الساحة دي عبارة عن القصبة اللي هو اللي ماشيه متعرجه وحواليها يا اما مسجد يا اما سبيل يا اما منزل، فما كانش في فكره الميدان بالمفهوم الاوروبي في المدينه العربيه الاسلاميه. فدول الثلاث انماط اللي ممكن نطبقهم على مثلا التخطيط العمراني اللي حصل في المدن العربيه وبالذات القاهره. الميادين عامه في القاهره من الخمسينيات واحنا طالع او بدايه من طبعا التغير السياسي اللي حصل في مصر في 1952 وتحول مصر الى جمهوريه من ملكيه، فاصبح فكر مختلف في حيث ان الميادين فضل النمط العمراني مستمر كما هو، بس تغيرت فكره ايه الرمزيه بتاعه الميدان الى حد ما، بس استمر في القاهره الخديويه ميادين مروريه، ما حصلش تحدي لتغير فكره الميدان اللي هو كان اصلا موجود في العربيه المدينه العربيه الاسلاميه او البياتزا الايطاليه، ما حصلش تغير في النمط العمراني، فضلت استمرت. اللي اتغير ايه هو النقطه اللي بتحطها في وسط الميدان دوت. التغير السياسي في 1952 بدون ما نوصفه وصف مباشر ترك سليمان باشا في مكانه وترك سعد زغلول في مكانه وترك يعني كذا حاجه، ما حصلش بتر للذاكرة الجمعية التاريخية اللي يتحط في الميادين. لما بيعمل ميادين جديدة أصبح الفكرة تغيرت شوية. ميدان التحرير بقى بالذات اللي هو الميدان المركزي الأساسي فضل إلى حد ما نقطة سلبية بدون ما يتحط فيها حاجة. القاعدة بتاع التمثال اللي كان بيعملها الملك فاروق علشان يحط تمثال جده الخديوي إسماعيل، التمثال اتعمل في إيطاليا وما اتحطش في موقعه، فضل التمثال القاعدة بتاعته فاضية، قاعدة كلاسيكية أوروبية من الجرانيت لغاية ما أزيلت لما كان بيطور الميدان في مراحل لاحقة. مصر الجديدة دي قضية شائكة تانية خالص. أنا بقى مش من سكان مصر الجديدة بس وعندي اهتمام، وأنا من مواليد مصر الجديدة وعارف مصر الجديدة من أول ما كانت مصر الجديدة امتداد للعام البارون إمبان لغاية النهاردة. اللي حاصل ان ميادين مصر الجديده اللي هي المشهوره المعروفه ميدان تريومف، ميدان سفير، ميدان الاسماعيليه، ميدان صلاح الدين وهكذا، دي كلها كانت ميادين يعني واجهه اساسيه وعناصر اساسيه في الشكل العمراني لمصر الجديده، وكانت كلها مشجره. الاكسات الرئيسيه لمصر الجديده اللي هو الاكس الرئيسي لشارع ابو بكر الصديق، الاكس الرئيسي او المحور الرئيسي لشارع الحجاز والكربه، طبعا سره مصر الجديده، كل دي طبعا تخطيط العمراني بتاع مصر الجديده اللي عمله البارون امبان سنه 1903 4 5 لغايه استمرت مصر الجديده مرتبطه فعلا بالتخطيط الاساسي العبقري لواحه مصر الجديده وامتداد المترو اللي جه من وسط البلد عشان يجيب الناس تسكن في الواحة الجديدة دي اللي هي كانت بعيدة عن القاهرة. كان عبقري، ومصر الجديدة كواحة أو كضحية بعد كده كانت علامة مميزة قعدت 100 سنة، وإحنا بنحتفلنا ب100 سنة لمصر الجديدة من حوالي 10 سنين،
واللي بيحصل دلوقتي هو تدمير ممنهج للتخطيط العمراني والنسيج العمراني المصري ده للأسف، لكي تصبح محاور مرورية تربط بين شرق القاهرة وشمال القاهرة والجزء الثاني للامتداد العمراني للقاهرة الجديدة وهكذا. إنك تحول مدينة مصر الجديدة إلى منطقة ناقلة للخطوط المرورية السريعة، وفي حاجة اسمها درجات للطرق، في طرق الهايويز اللي هي هايويز ما فيش فيها تقاطع، في طرق لما بتخش المدينة وهكذا لغاية ما توصل للحاكم هو البيدستريان، الشخص اللي ماشي في الشارع. كونك تحول مدينة مصر الجديدة إلى خطوط متقطعة تقطع النسيج العمراني بدون أي اعتبار للسكان والمشاة والحركة المشاة اللي فيها، طبعا ده إشكالية كبيرة جدا. في بدائل، طبعا في بدائل كتيرة جدا جدا جدا، إن هي لا تتحول بالضرورة إلى تقاطعات مرورية سريعة درجة السرعة، يعني دلوقتي الطرق دي جريد 2 و3 و4 لغاية ما بتوصل للأوبن هاي ويز اللي هما بيوصل للطريق الدائري. ليه أنا أقطع النسيج العمراني علشان أوصل من نقطة A لنقطة B متقاطعة في مصر الجديدة بدون أي اعتبار للمدينة؟ يعني أنا بغلب الحل المروري على الحل العمراني الصحي. طارق أبو النجا، مهندس معماري ومخطط عمراني وأكاديمي، درس في الجامعة في عمارة وتخطيط عمراني في الجامعة الأمريكية وفي الجامعة الألمانية قبلها.